كت على ايوه العيال كبرت. اه العيال كبرت في المتحدين. انا فاكره ان انتوا عرضتوه على مسرح معهد الموسيقى، انا شفتها في مسرح معهد الموسيقى. ممكن يكون عرضنا جزء من حد موسم منها. ممكن ممكن. العيال كبرت بقى ليه حكايه. عادل امام كان عامل شاهد ما شافش لا حاجة. كان عامل المشاغبين مشاغبين معانا خلاص المشاغبين. فمره بيتكلم هو وسمير خفاجه واقفين هما الاثنين كده قدام بعض. انا في ظهر عادل امام واقف كده يعني وشي مش له ده، وسمير بقى كان فبيقول له سمير بيقول له يا عادل احنا بقى خلاص بقى عايزين نعمل روايه جديده بقى. فسمعته قاعد بيقول له حقه. قال له انا عاوز اشتغل لوحدي، عاوز يعمل روايه حق. ايوه بالظبط كده. فراح فخفاجه جيله بتاع عمل له امام شاهد. انا جيت بقى سمعت الجمله كاني ما سمعتهاش. قلت له يا خفاجه انا ايه؟ قلت له عايزين نعمل روايه. قال لي نويت ايه؟ هو بقى محرج فاهم ان انا مش سامع ده. هنعمل روايه. روايه ايه؟ قلت له كنت انا قعدت مع بهجت. قلت له يا بهجت بهجت صح انت عارف يعني كنا عشره ازاي احنا حبايب توائم. قلت له يا بهجت دلوقتي الوضع كذا 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 وعادل قال كذا وسمير قال كذا وبتاع والمساله دي موجبه، انت عارف ان ايه سمير ضعيف قدام عادل وهو حاسس ان هو بيبني واحد عاوز يحطه بطل بتاع وده طبع سمير بيحب يعمل الحاجات دي. يعني جاب شاديه، جاب سهير البابلي، سهير البابلي، جاب ميرفت، طلع ناس كتير. جابك عادل لا عادل وسعيد في حصه قبل النوم وسري جدا كانت البذره اللي اتربت عنده بدايته. ف عاوزك تشوف لي روايه انا والمجموعه اللي حواليا. ونقلت الكلام اللي انا سمعته ده لمصلحتنا. نقلته لسعيد وكلمت معاه يونس وزكي بس كان يعني دول انما نمره واحد كان سعيد معاه الله يرحمه سعيد العمود طبعا عشان يبقى معايا برضه عشان فبهجت قال لي عندي روايه هي اصلا اجنبي لكن انا همصرها انا بثق بقى بهجت ده لان كنا نمثل ايه كان فؤاد الله يرحمه فؤاد المهندس استاذ فؤاد المهندس فكان يقول بيكتب له روايه يوم يجي يجيب بالليل نروح البيت عند فؤاد انا وبهجت بتاعه وفؤاد وبتاعه ونقعد نتعشى عند فؤاد ويقرا بهجت الكام صفحه اللي كتبه فنقول له حلو قوي بهجت بس لو اني مش عارف الموقف ايه لو اني ايه ده وهو قاعد اشهد بهذا يروح ماسك الورق زي ما بقول لحد كده مقطعه ورميه في الزباله مش ياخده عشان يعدى وتاني يوم يجي كاتب مشهد اللي هو اتقطعه ده شيء خرافي. فقلت له يا بهجت الروايه لازم تكون روايه كويسه احنا مجموعه وده بيتبني عليها ناس فكتب العيال كبرت. كان بهجت كاتب لسعيد واليونس والاحمد زكي يعني انتوا رحتوا الفور انت خدت الفورمه كامله وبهجت قايف عليها وكتبتهم حطهم مع بهجت قلت لهم برضه عشان يبقى في ثقه وما يروحوش هنا ولا يجوا هنا بتاعه وهم محبين هم لقوا نجاحهم موجود في المشاغبين فيلاقوا النجاح التاني موجود بالظبط حسوا هذا النجاح فعملنا العيال كبرت وجبتوا بقى ناديه شكري بس هي اول مدام كريمه جبنا ناديه شكري لا ناديه ما كانتش في الاول اللي كانت في الاول كانت مشيره اسماعيل ايوه صح وناديه كانت جميله شطوره يعني شطوره جميلة. ودورها جميل وعامله دور جميل انا كنت سعيد بيها وكنت احبها كانت صغيره ناديه بقى كمان قوي يعني وعامله دور بنتي كده صغيره وجميله ومدام كريمه عرفت ازاي تسلك فيكوا بقى يعني ده مصيبه سودة انا في مشهد لو تفتكر وانت قاعدين واحنا قاعدين على السلم وخاطفين الواد يونس وسعيد يقول له ويكلمني فوق انا بكلمه على انه اللهو الخفي اقول له اللهو الخفي هي قاعده جنبي انا في النص راح ايه حاطه منديل على وشها اروح نازع لها حاجه كده في السكه او لاقي حاجه تبص تلاقيها وقعت باظت استاذ حسن انت عاوز تبوظني هي فعلا بتوه حاطه منديل على وشها ما تشوف المشهد ده تاني بص عليه كويس قال لي يعني بتعيط وهي لا بتعيط ميتها اروح اضحك الله يكرمها بحبها كريمه انا مش هرد على التليفون يا
ولا همسك السماعه ولا هرد. انا عايزه ترنك يا زينب وتقولي لا. الو 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 القاهره. ايوه القاهره. القاهره. ايوه يا سيدي القاهره. الاستاذ رمضان ابو سره. قصدك رمضان السكر يا محترم. يا سيدي اهو كله برتقال. وبانوا معاك علاقة بابا رمضان السكري جدا من دي تأليفهم. طبعا تأليف يونس وسعيد اللي هي الأناشيد. الأناشيد يا رب يخلي بابا. يا رب يخلي بابا رمضان جانا. يا ابني خلاص بقى. واللي نط عليا بص قلت له يا ابني انت تقيل جسمك بقى ظهري العمود الفقري باظ. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه. أهلا رمضان رمضان جانا. أهلا رمضان رمضان جانا. ما شاء الله على الأدب والأخلاق العظيمة. ما شاء الله. صباح الخير يا فاضل يا غير محترمين. أول ليلة عرض كانت إزاي بقى؟ يوه والله العظيم يا سعد أقسم بالله. أول ليلة أول مسرح أرش كومبلي. أرش ما شاء الله. ترمي الإبرة في المشهد الأخراني اللي أنا بطلع فوق ألاقي هدومي تقطع وبنزل على السلم. أنا كنت حابب المشهد. بغني بقول ملوك بس سعيد طبعا جيب وظهولي شوية إنه بقى يخش تدخلات كده سيبني المنطقة دي بتاعتي بقى من عشان إحسان الممثل بيقدم دراما بيقدم كوميدي بيقدم يعني كده. ترمي الإبرة حسن إمام الله يرحمه كان بيتفرج قال لي ايه يا جبار ده؟ قلت له ايه يا استاذ؟ قال لي ايه ده؟ الابره تنزل في الصمت ما تسمعش نفس من سيطرتك بالقواله في كنت احب المشهد ده قوي. فاهمين لما تعملوا كده هوطي راسي وهقعد مش هسافر؟ اول مره اشوف في حياتي عيال تمشي ابهاتها على كيفها. تفهموا ايه في الدنيا عشان تخططوا لي حياتي؟ خبرتكم كلها كام سنه؟ ايه اللي تعرفوه عن الدنيا غير اللي بتعوزوه بتلاقوه؟ حد فيكم سأل نفسه بعمل ايه عشان انفذ له طلباته؟ حد فيكم سأل نفسه بعمل ايه عشان يفضل البيت ده مفتوح؟ كل لقمة عيش دخلت البيت ده، كل فتلة خيط اتجمعت جنب التانية وعملت لأي واحد فيكم قميص أو بنطلون. أنا اللي دفعت تمنها دم وعرق. أنا 20 سنة بضحي براحتي عشان ترتاحوا انتوا، بستخسر في نفسي اللي ما بستخسروش فيكم، واخرتها ايه؟ عاملين عصابه عليا عشان ما اسافرش، فاهمين اني مسافر اتفسح؟ اتدلع؟ انا عارف ده عيال تجنن يا جدع بلاش. حتى لو كنت مسافر اتفسح فيها ايه؟ انا مش شايف ان ده حرام ابدا. النمو بقى، انت شاهدت نمو. شاهدت شباب صغنن، شاهدته بيتكون، شاهدته بيتعمل في سيدتي في مدرسه مشاغبين بينور قوي. بتبان بقى هنا سبوت النور بيبقى على عادل، يعلى سعيد بمناطقه، يعلى يونس مش عارف ايه، خش زكي يعمل ايه. انتقل ده للعيال كبرت، النفوس بقى هنا مستويه برضو عاقله قادر تعمل عليها كنترول، ولا حد جات له لا المجال؟ لا والله اشهد بهذا. عشان انا كان المجموعه اللي كنا بنشتغل مع بعضينا وكلهم بسم الله ما شاء الله قدي المسؤوليه. كانوا محترمين ولم يتعالى فيهم حد على التاني ولم يغضب واحد التاني. وكان لما يحصل حته اي صغيره كده في ثانيه بابور اللحام في ايدي والازير الحم على طول. ده فيش مشكله ليه؟ زعلان ايه؟ ده هنتعشى سوا، هنمشي سوا، هنسهر سوا، واحنا ما كناش بنفترق. انا بقول لك مثل في اسكندريه لا نفترق، نخلص المسرح نخرج نركب عربياتنا ونروح على توني التوني او الانفوشي نروح ناكل عند فلان، او انا مش عايز اقول اسماء برضه عشان ما يتمطعوش. لا ده احنا ضيوفنا هنا بنقعد ناكل معاهم نفت هنا نفت مع بعض. فنخلص نرجع على الكامش زهر على القهوه بتاعت حموده نقعد نشرب شاينا وقهوتنا يدا الفجر، نخش نصلي في الجامع الفجر ونخرج اشيل جرايدي تحت باطي واروح مروح على البيت الصبح. كان ساكن في كنت بنام عند سمير. سمير اخويا يعني صاحبي. كنت بنام عنده بيته في سيدي بشر. فكان مين ساكن في العماره دي؟ الله يرحمه المشير ابو غزاله.
ساكن في السادس على النص دور، واحنا كنا في الثاني. فكنت انا بقى داخل كده الساعه 7 الصبح 6 ونص الصبح فلاقيه ده، فلاقيه ناس جاي خارج يروح واقف يقول لي انت جاي منين دلوقتي؟ ظابط. اقول له ايه يا سياده المشير؟ يقول لي جاي منين؟ اقول له جاي من القهوه ومن العشاء والمسرح وجاي، انت بقى سعادتك رايح فين؟ والله العظيم. يقول لي رايح برج العرب. اقول له رايح، يقول لي رايح العب. يعني هروح اعمل ايه؟ فبيروح برج العرب، كان بيبقى رئيس هناك، يروح هناك ويراجع شغله وراجع بتاعه ويلعب ويرجع. يومين الصبح قال لي زهقت يا اخي. قلت له خلاص ما تعزل. هو اللي يعزل. وكان راجل جميل يعني، يعني أكيد من طبعا. من المسلسلات الظريفه. المشاهد بقى اللي كبرت على المسرح، تضخمت على المسرح مثلا، في العيال كبرت. طبعا اكيد مشهد المخطوف، المخطوف عاطف السكري، المخطوف السكري. ده بنى على المسرح. صح صح. ايه بقى تاني؟ لا في مشهد تاني كمان بتاع سعيد صالح والراجل اللي ضربه جوز الولية. اللي كان بيشوف ايه الوان الطيف. ده هقول لك حاجه بقى يا حسن، في مره كنا مخلصين تصوير او حاجه وكان سعيد اعتقد انه كنا عند حد قال لنا يلا ناكل بقى نتعشى او حاجه. المهم ان سعيد في الليله دي كان لسه بيعمل بروفات، حكى المونولوج اللي بيخش يقوله مضروب ده على دراعها ومش عارف ايه، بقاعد بنيه في دماغه مظبط افهاته. يعني لما انا شفته على المسرح متصور بعد كام سنه، انتوا عرضتوا يعني صورتوها يمكن ايه في السنه الثانيه مثلا، صورناها في الثانيه. البنى اللي بناه وهو في البروفات ازاي هيعمل طلوع للمشهد ده اللي هو كله شرح. اول مره اشوف راجل مركب اسانسير راح لافعني على دراعه وراح مقعدني هنا وراح قارص بقى. انا قعدت هنا استقريت، قلت له اسمع يالا يالا كده حرف وما خفتش. لا اخف من على مركز قوة بقى. انا قلت له يالا اتاخد. بصيت له ايام ما كنت ببص خاف. بصيت له قوي. حسيت ان دراعه اللي شايلني بقى كله ميه. مشهد تكلم عنه ده بتاع اللي هو سعيد بتاع الضرب ده، هو كان في واحد عشان احقاق الحق اديله حقه، الله يرحمه، عبد الرحمن شوقي. عبد الرحمن شوقي كان صاحب عادل وسعيد وبتاع، وهو يبقى خل يبقى نسيب محمود السعداني. صح. فكان عبد الرحمن كان بيعمل جاجز. يعمل جاجز، وكان بيساهم احيانا في بعض بنات مع سعيد وهو بيقعد معاه. يقعد معاه في، لانه كان بيحب سعيد كمان. سعيد ابن بلد وعشري وكان لطيف يعني. فكان بيقعد معاه وبيعمل التركيبات، يرتش له الشغل. وطب مشاهد يونس وهو جاي لابس البلطو ده والمخبر منيل ده. ما بقول لك شو، انا بجيب الست وبضحك. مصيبه. فظيع مصيبه. ربنا يرحمه سعاد حسني. الله يرحمه. سعاد حسني ده من الاول. من الاول. من الاول. في الاساس. وانا بس انا اللي كل مستغربه له مدام كريمه مختار ازاي صمدت بينكم انتوا يعني. تعرف ان انا لما اتفرجت على المسرحيه دي كنت لسه يعني ما ابتديتش خالص، كنت لسه يمكن ببتدي اذاعه. صح. انما بقيت متغاظه جدا، كنت في الاذاعه متغاظه قوي ان انا ليه ما مثلتش معاكم الروايه دي. الروايه دي كنت اتمنى. طبعا طبعا والله. انه لوحدها بنت لوحدها سايقه واخده سكتها. بس قعدت اقول ايه هيقعد يقول عليا رقاصه وبتاع، خلاص بقى مفيش داعي. المره الجايه سبحان الله ربنا كتب ان انا اتقابل معاكم واشتغل معاكم.